الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب وجوب طاعه ولاه الامر في غير معصيه وتحريم طاعتهم في المعصية. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر باب الوالي العادل، وهذا الباب باب عظيم. بعد أن ذكر المصنف ما يجب على الإمام، ذكر ما يجب على الرعية، فلا بد من الأمرين: حق للراعي وحق للرعية، ولا بد من تبيين هذين الحقين حتى تستقيم الأمور. وهذا الباب باب عظيم ضيعه خلق كثير، فلما ضيعوا هذا الباب ولم يعملوا بما جاء في السنة والكتاب حصل لهم ما حصل من الضياع والخراب. وهذا أمر مشاهد لمن ضيع هذا الأصل العظيم، فقد وقعوا في المهلكات، وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض وضاع الأمن وغيبت الحدود وضاعت الجمعة والجماعة. فهذا الباب باب عظيم تواتر أهل السنة على ذكره في كتاب العقائد، ويرون السمع والطاعة للأئمة سواء كانوا أبرارا أو فجارا. ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية. وهذا الأصل ليس من وحي العقول، وإنما هو من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من الناس يعني يأنف من سماع مثل هذه الأحاديث وكأنها ليست من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجده ينشرح عند أحاديث الصلاة، وينشرح عند أحاديث الصدقة وأحاديث الفضائل، ولكن إذا جاءت أحاديث السمع والطاعة كأنه نزل عليه جبل على قلبه. وهذه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يتم إيمان العبد إلا بالتسليم، ومن ذلك التسليم لهذه الأحاديث التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير، علمه من علمه وجهله من جهله، والواجب التسليم. والإمامة لا بد لها من جماعة، الجماعة لا بد لها من إمامة، والإمامة لا بد لها من سمع وطاعة، وإلا ضاعت الأمور. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فإذا لم يكن هناك إمام للناس ضاعت الهيبة، وتحولت المجتمعات إلى غابة يأكل القوي الضعيف، فلا أمن ولا أمان. فلذلك لا بد من معرفة هذا الحق العظيم حتى يعرف المسلم الواجب الذي عليه فيما يتعلق بحق الإمام. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب آية من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عادته، هو لا يأتي بشيء من عنده، وإنما هذا الكتاب المبارك آيات وأحاديث. فقال رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففي هذه الآية العظيمة أمر من الله عز وجل، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله مستقلة، وطاعة الرسول مستقلة، وطاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. ولذلك لم يذكر الفعل مرة أخرى، لأن طاعتهم مقيدة في غير معصية الله كما جاءت بذلك الحديث. ولا بد أن يعلم أن ولاة الأمر يشمل اثنين: يشمل العلماء وهم الأصل، ويشمل الحكام. فولاة الأمر العلماء والأمراء، فالعلماء يسوسون الناس في دينهم، والأمراء يسوسونهم في دنياهم.
فيجب طاعة العلماء أولا ثم طاعة الأمراء في غير معصية الله، وذلك لأن العلماء هم الذين يبينون شرع الله ويقبل الناس منهم دين الله، والأمراء هم الذين يأطرون الناس أطرا على تطبيق شرع الله عز وجل، فهؤلاء سلطتهم دينية وهؤلاء سلطتهم دنيوية، فلا بد من الأمرين من العلماء والأمراء. وكل الأحاديث التي فيها السمع والطاعة لولاة الأمور يدخل فيها العلماء والأمراء. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء، وهنا على تفيد الوجوب، عليك أن تفعل كذا، يعني أن الأمر واجب عليك، على المرء المسلم. إذن المخاطب هنا المسلمون. قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه، متفق عليه عند البخاري ومسلم. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في الذي تحب والذي تكره ما لم تؤمر بمعصية، فإذا أمرت بمعصية فلا تسمع ولا تطيع في هذه المعصية، ولكن تسمع في بقية الأمور. فهذا الحديث يدل على أنه يجب طاعة ولاة الأمور في كل شيء إلا في المعاصي، يجب طاعتهم في كل شيء إلا في المعاصي، إن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ونقول هذا لأن بعض الناس يقول: لا نسمع ولا نطيع لولاة الأمر إلا في الأوامر الشرعية، إذا قال صلوا نصلي، زكوا نزكي، وهذا فهم قاصر. إذا كان الأمر كذلك فلم يبقى للأمر الذي جاء في الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور فائدة، لأن الصلاة والزكاة والصيام ونحو هذه الأعمال مأمورون بها استقلالا، فإذا أمر بها الحاكم هذا زيادة خير إلى خير. فإذا المراد بالسمع والطاعة السمع والطاعة في كل شيء إلا في معصية الله عز وجل. مثال ذلك أنه يجب علينا السمع والطاعة في التنظيمات التي يفعلها ولي الأمر، كأنظمة المرور مثلا، الإشارات، السير، إلى غير ذلك من الأنظمة التي يضعها ولاة الأمور لترتيب مصالح الناس، هذه يجب السمع فيها والطاعة ما لم يكن فيها مخالفة للشرع. وهذا هو المراد بالسمع والطاعة لولاة الأمر، أن يسمع لهم ويطاعوا فيما يأمرون به من مصالح الناس ما لم يكن في الأمر معصية لله ولرسوله. قال هنا: فيما أحب وكره، يعني سواء هذا الأمر الذي أمروا به محبوبا لديك أو مكروها لديك، الأمر ليس إليك، أنت مأمور أن تسمع وتطيع ما لم تؤمر بمعصية الله سبحانه وتعالى. قال: وعنه، يعني ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. متفق عليه. وهذا القيد فيه أن السمع والطاعة مقيدة بالاستطاعة، فلا يكلف الأئمة الرعاة والرعية، لا يكلفونهم فوق ما يطيقون، وأيضا على الرعية أن يفعلوا وسعهم، فإذا زاد عن طاقتهم فهم معذورون. إذا كانت في أوامر الشريعة الأصلية الإنسان مأمور بالعمل على استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، فمن باب أولى إذا كان الأمر من المخلوق غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع له ويطاع فيما يستطاع، فيما يستطاع. ولكن هذه الاستطاعة ليست بالتشهي، ليست بالتشهي، وإنما هي الاستطاعة على حسب الواقع، هل يستطيع المسلم هذا الأمر أو لا يستطيعه، والأمر لا يرجع إلى هواه وإلى تشهيه، وإنما يرجع إلى الواقع الذي فيه الإنسان. قال: وعنه، أي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. من خلع يدا من طاعة، يعني خلع الطاعة من السلطان، لقي الله يوم القيامة ليس له حجة،
فليس له عذر يعتذر به، فهو معرض للوعيد الشديد يوم القيامة. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. وقد سمعنا بعض الناس يقول أنا ليس لي بيعة لأحد، نقول أنت لو مت مت ميتة جاهلية والعياذ بالله. فلا بد للإنسان يكون له بيعة لولي الأمر، والبيعة لا يشترط فيها أن يبايع الناس كلهم، وإنما يكفي في البيعة اللازمة للجميع أن يبايع أهل الحل والعقد. فإذا بايع أهل الحل والعقد لازمت البيعة جميع الناس، لأنه ليس من المعقول أن يبايع الناس كلهم ولي الأمر. لو أن الرعية مليون أو مليونين أو عشرة مليون كلهم يذهبون يبايعون، هذا أمر مستحيل. ولكن البيعة إذا بايع أهل الحل والعقد فإن البيعة تلزم الجميع، فلا يقول أنا ما بايعت ما لهم سمع ولا طاعة، نقول البيعة لازمة عليك سواء بايعت أو لم تبايع، لأنك تبع لأهل الحل والعقد. ثم قال رحمه الله وفي رواية له أي عند مسلم: ومن مات وهو مفارق للجماعة، يعني جماعة المسلمين، فإنه يموت ميتة جاهلية. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه مبالغة في أمر السمع والطاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب للعرب. العرب عندهم أنفة أن يكون رئيسهم حبشيا عبدا رأسه كأنه زبيبة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني رأسه ملوث، يعني هو حبشي أصلا وفرعا، فتسمع وتطيع. وفي حديث آخر قال: ولو كان مجدع الأطراف. إيش معنى مجدع الأطراف؟ يعني لا يدين ولا رجلين، مثل اللوح، يقول لك افعل تفعل، لا تفعل لا تفعل. ما الذي عظمه؟ المنصب الذي هو فيه، وهو أنه كان وليا للأمر. فلو كان الذي تولى على الناس عبدا حبشيا تأنفه العرب فإنه يجب أن يسمع له، يسمع له ويطاع. ثم قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومن شطك ومكرهك، وأثرة عليك. رواه مسلم. وقد مر علينا أن إذا جاءت على تفيد الوجوب، عليك يعني يجب عليك السمع والطاعة في العسر واليسر، وفي المنشط والمكره، يعني في حال نشاطك وفي حال مكرهك، يعني في عدم النشاط فإنك يجب عليك أن تسمع وتطيع. قال: وأثرة عليك. أثر عليك يعني استأثر الحكام بالأموال، استأثروا بالقصور، بالسيارات، بكل ما يستأثر به من أمر الدنيا، فإنه يجب عليك أن تسمع وتطيع. عليك ما حملت وعليهم ما حملوا، هم مسؤولون أمام الله وأنت مسؤول عند الله، فأعطهم حقهم واسأل الله الذي لك، وحقك لن يضيع عند الله. والأثرة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة، وهي موجودة في الخلفاء إلا ما رحم الله. ولذلك سيأتي معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون بعدي أثرة فاصبروا. وقد وقعت الأثرة من الحكام والأمراء، ولكن الواجب في حال الأثرة أن نصبر على هذه الأثرة، وأن نسأل الله الذي لنا، وأن الله عز وجل لن يضيعنا، لن يضيع حقنا يوم القيامة. آخر معنا في هذه الجلسة قال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل يعني بالسهام، ومنا من هو في جشره يعني مع دوابه. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي
ثم تنكشف وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وهذا حديث عظيم فيه من الفوائد الكثير، ولكن نذكر منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه ينادي إذا أراد الاجتماع على أمر مهم، أن يأمر المنادي أن يقول الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس، وكان يفعل ذلك في الحضر وفي السفر. وهذا الحديث في السفر عندما نزلوا واشتغل كل من الصحابة في شغله، أمر أن ينادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يبين الخير والشر للناس، وهو صلى الله عليه وسلم أعظم الرسل بيانا ونصحا لأمته. فقال لهم صلى الله عليه وسلم إن هذه أمتكم جعلت عافيتها في أولها، يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي أولها في عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي عهد عمر، ثم حدثت الفتنة في عهد عمر رضي الله عنه وقتله أبو لؤلؤ المجوسي فانفتحت الشرور على المسلمين، فأولها عافية وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وكلما زاد الزمان عن عهد الرسول كلما عظمت الفتن وعظمت الأمور المنكرة. قال وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا. فتن ترقق بعضها بعضا، ما معنى ترقق بعضها بعضا؟ يعني أن الفتنة تأتي في أول الأمر عند الإنسان شديدة، ثم تأتي الفتنة التي بعدها فتكون أعظم منها، فتكون التي قبلها أخف منها، ما يأتي زمان الذي بعده شر منه. فما تراه من الفتن اليوم ما بعده أعظم منه. تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا. قال وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكته، هذه مهلكتي من شدتها. ثم تنكشف هذه الفتنة فتأتي فتنة أخرى فيقول هذه هذه، لأن الفتنة التي بعدها أشد من التي قبلها. فالمسألة عظيمة وخطيرة، والثبات من الله، ولذلك على المسلم أن يسأل الله أن يثبته. الفتن خاصة في زماننا هذا كثيرة جدا، فتن شهوات، فتن شبهات، تأتيك الفتن والمنكرات وأنت في بيتك اليوم، والمعصوم من عصمه الله عز وجل من هذه الفتن. قال فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، نسأل الله من فضله. وليأتي إلى الناس، يعني يعامل الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، فكما أنك تحب أن يعاملك الناس بالمعاملة الحسنة فعامل الناس بالمعاملة الحسنة. وإذا كنت تكره أن يعاملك الناس بالغش والخديعة والكذب وغير ذلك من الأمور المنكرة فإنك لا تفعل هذا مع الناس. وهذا يدل على أن هذا الأمر من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، وهو أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، وأن تعاملهم باللطف والإحسان، فإن هذا من أعظم أسباب دخول الجنة. فليحرص المسلم على هذا العمل الصالح الذي يفرط اليوم فيه كثير من الناس بسبب الحسد والبغي والظلم الذي يكون بين الخليقة. قال ومن بايع إماما، انظر إلى نصح النبي صلى الله عليه وسلم، انظر في أول حديث جمع الصحابة وقال الصلاة جامعة، ثم قال لهم هذا الكلام العظيم. فما جمع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل هذا الكلام العظيم. قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع، يعني يطيعه بحدود الاستطاعة، فإن جاء آخر ينازعه، يعني ينازع هذا الإمام، فاضربوا عنق الآخر. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تحفظ المجتمعات المسلمة من التخريب والتدمير. وهذا يفيدنا أنه يجب القتال مع ولاة الأمور، إذا أمروا بالقتال يجب أن يقاتل معهم، خصوصا إذا كان هناك أحد يريد أن ينازعهم الملك، فإننا نقاتل معهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا آخر البيان على هذه الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.